بعد ما خلصت امتحانات الاعداديه وظهرت النتيجه، الاطفال من في المرحله العمريه دي خلاص هم دخلوا الاجازه مش عايزين التزامات. احنا طبعا بنستغل دايما اجازه الصيف وانها بتكون فرصه مثاليه لكسر رتابه الحياه اليوميه، نساعد الاطفال على استعاده نشاطهم وتطوير افكارهم وان هم يمارسوا رياضه. لكن في نفس الوقت احنا خلصنا السنه الدراسيه مش عايزين التزامات يا بسن، يعني احنا هنمارس رياضه وهنلعب لعبه، هنروح نادي، هنشترك في نشاط ثقافي معين، لكن ازاي بقى نخلي ده مش في اطار الالتزامات بتاعه الدراسه والمذاكره؟ بالظبط، ازاي اعملها بذكاء شويه ان انا ما احسسهمش اني بجبرهم على حاجه، في نفس الوقت نطلع من الاجازه دي بحاجه مفيده شويه، نستثمر الاجازه مع اولادنا عشان يطوروا من مهاراتهم وقدراتهم. يعني نعمل ده ازاي؟ التركيه دي يعني ده هتعرفنا عنها دكتوره ريموندا رؤوف، الاستشاريه التربويه والصحه النفسيه الموجوده معانا دلوقتي. صباح الفل عليك يا دكتور، عامله ايه؟ صباح النور. صباح الخير عليك. صباح النور، اهلا بيكم. اهلا بيكم. زي ما شاذلي كان بيقول كده، عارفه اللي هو بيفضلوا طول السنه يا حرام في امتحانات، واحنا مش عايزين بقى حد يكلمنا في حاجه ولا تقولي لي تمرين ولا حاجه، انا عايزه اخد اجازه وعايزه ارتاح. ايه الصح يعني؟ هل انه اكيد مش الاباء والامهات يسيبوا اولادهم تماما من غير اي برودكتيفيتي يعني، او ان هم يعملوا حاجه مفيده في الاجازه، لكن في نفس الوقت هم مش عايزين يسمعوا ده حقيقي. يعني الاباء بقى هنا والامهات حرام يعملوا ايه؟ يعني ازاي يطلعوا حاجه كده منتج مفيد من الاجازه في نفس الوقت من غير ضغط؟ حقيقي ده سؤال مهم قوي. بصي، واحنا يعني المفروض نسال نفسنا الاول ليه، يعني ليه اصلا عايزه ادير الكورسات وافيده في الوقت ده؟ في يعني انا طبعا كأم برضو غير ان انا متخصصه، بحس قوي بالامهات عايزين نوزع عيالنا عشان احنا مش هينفع يقعدوا معانا طول الوقت في الصيف كده. هل ده فعلا ينفع يكون هدف، ولا الهدف حقيقي ان انا عايزه انمي طفلي واخليه عنده زي ما حضرتك قلتي، انمي قدراته، انمي مهاراته، اكتشف مواهبه؟ فلازم احط فكره الهدف. انا لو عندي هدف واضح هعرف اشتغل عليه. بعد الهدف افكر بقى هعمل ده ازاي. ازاي دي بحاجتين، هل انا بلاحظ طفلي؟ يعني ايه بلاحظ؟ يعني باخد بالي مثلا عنده ميول معينه، عنده موهبه معينه، بكتشف مثلا انه بيحب يركب حاجات ويفكها، بيحب المث شويه، فانا عندي ملاحظه لطفلي وده بالعشره بقى، انا عندي اكتشاف لميوله، فبالتالي هعرف ايه اوجهه في الحته اللي بيحبها. كتير عايزين نوجه ولادنا زي المجتمع، انا ده بياخد كذا فانا هوديه، اصل هو بياخد، وده بياخد كذا اصل انا هوديه. لا، انا مش هعمل زي حد، انا هعمل زي ايه؟ هعمل حسب ميوله في طريقه هو. ففكره ان انا بلاحظه. ثالث حاجه بقى انه في حوار، انا باخد وبدي معاه، فلما بيكون في حوار هادي بسمعه وبفهمه، بقدر برضو انه محتاج وقت يقعد، يعني مش طول الوقت انا بره. يعني حتى مهم جدا انه برغم مشغولياتنا الكتير، برغم ان انا بعمله مهارات كتير، لا، الطفل محتاج وقت لبابا وماما، قاعد مع بابا وماما في ترابط، بناخد وبندي، بنتكلم زي ايام زمان كده، بنسميه اجتماع العيله يعني حتى في التربيه، بنقعد وناخد بندي مع بعض، ممكن يكون نص ساعه او ساعه في الاسبوع. بس بحسب ده في الوقت. فده بعمله ازاي؟ من خلال اهدافي، انا عندي هدف واضح وعندي كيفيه عملت ده ازاي، من خلال حوار ومن خلال ملاحظه طفلي. عظيم جدا. انت ايه رايك اصلا في تصرف الاباء والامهات لما هم بيقسموا العام، لا السنه مش العام الدراسي، بيقسموا السنه لاولادهم؟ عندنا مثلا 7-8 شهور دول مذاكره بندخل امتحانات، والباقي بتاع انشطه رياضيه بقيه السنه. هل ده افضل ولا من الممكن احنا نخلي فيه انشطه رياضيه حتى ولو كانت بسيطه اثناء فتره الدراسه، عشان ما يبقاش فيه الصدمه اللي بتحصل للطفل من انتهاء مذاكره ومش عارف ايه للعب ورياضه وكده؟ ده حقيقي حقيقي، لانه انا بعمل تفتت للانسان، يعني بفتته الانسان نفسه، جسد وروح، يعني ثلاث حاجات. فانا لما اخليك طول الدراسه عمال مفحوط مذاكره مذاكره مذاكره، وفجاه اعمل لك صدمه بقى، يعني اروح ادخلك تقعد تستمتع بحاجات كتير وارجع تاني في المذاكره، في الاخر مش هيذاكر كويس اصلا. يعني حتى في وقت الدراسه من كتر الضغط لاقي ولادنا مش بيذاكروا بشكل صح من كتر الضغط. على الاقل في حاجات مستمره، يعني مثلا الرياضه، الجانب الجسدي ده مهم جدا، ده حتى العقل السليم في الجسم السليم، صح كده؟ ومش بس في الجسم السليم، في النفس السليمه، النفس يعني المشاعر والافكار. فمهم جدا حتى في حاجات مستمره، مش ممكن تكون مش بنفس الكثافه، مش بنفس الكاباسيتي اللي موجود في الصيف، بس في حاجات مستمره زي ما حضرتك قلت، الرياضه، الرياضه مهمه جدا تكون مستمره معانا حتى لو مره في الاسبوع، ده بتخليه عنده صحه نفسيه وصحه جسديه وتؤثر بشكل ايجابي على المذاكره. طيب الاطفال بقى او الشباب في السن الصغير قوي اللي بيستخدموا الموبايل طول الوقت، والامهات طول الوقت يا ابني سيب الموبايل، يا ابني انزل اخرج شوف الشارع، سيب الفيديو جيمز، الحاجات دي كلها بتاثر حتى على الامهات. دلوقتي بقوا بيشتكوا جامد قوي ان اولادهم بالعكس انا عايزاهم ينزلوا يخرجوا بره البيت يلعبوا زي زمان كده ما كنا بنشوف، عشان قاعدين على طول على الموبايل. ازاي النهارده
الام تقدر تساعد ابنها او بنتها انهم يتخلصوا من الموبايل، او انه يبقى ممكن يبقى ده مفيده ليهم حتى انهم يتعلموا منه حاجه يستفيدوا منه بحاجه، يعملوا ده ازاي؟ بصي، مهم يكون في اتفاق. دايما بنحب نقول الاتفاقات هي دي اللي بتنفعنا، والاتفاق دي بتبقى بحوار. يا حبيبي احنا هنتفق مع بعض ان وقت الدراسه مثلا لو بنستخدم الموبايل مساحه معينه في اليوم، فوقت الصيف برضو في مساحه معينه في اليوم. اتفاق واضح وصريح حسب احتياجاته وحسب انا شايفه انه ده هياثر عليه ازاي وبيعمل ايه في الوقت ده. فنقول لو 3 ساعات او ساعتين حسب بقى كل بيت هيقيمها ازاي. والاتفاق ده يعني يكون خلاص في حزم وحب في نفس الوقت. انا بعمل ده عشان بحبك، انا بعمل ده علشان خايف عليك، انا بعمل ده عشان ده المفيد. فده مش قرار مش انا السلطه العليا في البيت، لا، احنا الاثنين مع بعض بناخد القرار ده. خلاص خدنا القرار، هما 3 ساعات مثلا. في برامج يعني الحمد لله يا رب، في برامج جميله ممكن تربط موبايل الاب والام بموبايل الطفل، فبالاتفاق المشترك كاننا عملنا عقد خلاص بيفصل الموبايل ده بعد 3 ساعات، بعد ساعتين خلاص انتهى الوقت، مفيش تراجع بقى، مفيش تراجع. هستحمل الزن، انا عارفه ان في زن كأم، عارفه ان في زن، عارفه ان في غضب، عارفه ان في يعني ضغط على الاب والام كتير، ده غصب عنه لان احنا دلوقتي من الادمانات في ادمان الموبايل. في لو عديت انا مرحله الزن دي، انا لو عديتها واستحملتها شكرك. مثلا اسبوعين شهر بالكتير قوي، اللي جاي خلاص بقى حقيقي اشكرك. ليه؟ لان هو ايه، اختبرك صح، فعرف انك بحب، يعني انت مش بتشخط فيه، مش بتزعل، انا بحبك حبيبي وبحترمك ومقدره اللي انت فيه، بس انا بستحمل، يعني انا معاك للاخر، انا عشانك. هيقعد وقت فعلا يزن، بس هيجي وقت ايه، خلاص انا فهمت، هشوف اعمل ايه بقى، قولي لي طب اعمل ايه. يعني هيستسلم بقى. هنا بقى هتيجي الحته اللي قلتي عليها واللي طرحتوها، طب شوفوا لي بقى، انا ماشي عايزه العب رياضه، وديني اعمل مش عارفه ايه، وديني اروح اخد كورس كذا. ليه؟ لان خلاص رجعنا بقى ايه لزمان. فاكرين زمان واحنا صغيرين كان عندنا وقت، كان عندنا زهق، ففي الزهق ده بنقعد ندور على مواهبنا وندور على مهاراتنا وناخد ونشتغل على نفسنا ونقعد نعمل اعمال فنيه في البيت. الوقت ده ما بقاش موجود بسبب الميديا، فلما احنا نظبط الوقت ده لا هنرجع تاني نكتشف نفسنا اكتر. طيب زي ما قلنا في البدايه انه الاطفال بعد ما بيخلصوا الامتحانات مش عايزين اوامر ومش عايزين التزامات، صحيح. فلو هم مثلا بيروحوا رياضه معينه او بياخدوا كورس لتنميه مهاراتهم، بيبقى في نوع من اللكاعة كده، ويلا عشان ننزل بسرعة، فهو مرتاح وقاعد براحته لسه بدري. وفي نفس الوقت على الجانب الآخر في بعض الآباء والأمهات، يلا بسرعة ورانا تمرين، فياخدوا الشنطة ويطلعوا يجروا، يلا عشان نطلع من التمرين نطلع على الكورس ما عرفش إيه. اللي بيحصل ده مين اللي غلطان فيه؟ يعني هو في حاجة ما بيننا احنا الاثنين عشان أكون أمين، مش بس الأمهات ومش بس الأطفال، يعني ما بيننا احنا الاثنين. اول حاجه احنا يعني فكره بس ترتيب اولويات اليوم بالراحه كده واحده واحده، عندنا اولويات، عندنا حاجه بنعملها وبعدين حاجه وبعدين حاجه، ده مني ومن الطفل، دي نقطه. النقطه الثانيه ببدا اجهز قبل الميعاد بوقت حسب ابني. الولاد الاطفال عامه بالذات هي فعلا محتاجه مساحه، هم على بال ما يمشوا كده خطوه احنا بنتشل يعني بجد، وده حقيقي. يعني هي الولاد بتاخد وقت، بتاخد مساحه، هراعي ده وواحده واحده، يعني يلا هنبدا دلوقتي، طب دلوقتي انت هتخلص كذا وبعديه كذا وهتخلص كذا وبعديه كذا. في مهاره كمان جميله، انه قبل ما بننام بالليل بنشرح لاولادنا احنا تاني يوم عندنا ايه. فالعقل بيحصل له برمجه، انا متنظم هعمل كذا، هتخلص بعديها كذا بعديها كذا، قبل ما انام بالليل. عارفين التودو ليست بتاعتنا احنا الكبار، ان احنا بنكتب التودو ليست، بنعملها للاطفال حتى في الورش، بنعلمها في اداره الوقت في الورش وفي الكورسات. حبيبي قبل ما بننام بنكتب او بنرسم عندنا ايه بكره، فانا عارف هخلص كذا بعديها كذا بعديها كذا، كان المخ بيحصل له تمهيد بشكل لا واعي، فهيساعدنا مع الوقت. هي مش حاجه سحريه. اخر حاجه ودي مهمه، بلاش كذا حاجه في اليوم، دي حاجات الكتير بتعمل عبء على الطفل. فعلا بيزهق، يعني نحط نفسنا مكانه، لما نكون عندنا حاجات كتير هو هيتخنق مش هيستوعب. فانا برضو بقدر ده، مش من النجاح ان احنا طول اليوم بره. الحاجات الكتير المتنوعه، ولا حتى لو في نفس المجال، يعني مثلا اللي هو بيتمرن كوره وبيتمرن سباحه وبيتمرن جودو مثلا، ده كده حاجات كتير، ولا ممكن مثلا حاجه رياضه بجانب حاجه تانية ثقافيه او لتنميه المهارات؟ ده بقى مهم قوي السؤال ده، لان انا حاسه انه عصب اليوم. احنا لازم نقسم، يعني احنا عندنا جانب جسدي، دي رياضه ايا كانت الرياضه حسب حب ليها، يعني جمباز، كاراتيه، كره قدم، الحاجات اللي حضرتك طرحتها، ده جانب جسدي. جانب عقلي بقى، في دلوقتي كورسات زي الحاجات الخاصه بالماس، الحاجات الاكاديميه، في دلوقتي برمجه، في بيتعلم وورد وحاجات وهو صغير. في كمان في الجانب العقلي نقطه مهمه جدا، فكره
فكره بقى بناء الثقه بالنفس وازاي اخلي الطفل عنده يدير مشاعره ويدير افكاره ورش مطروحه، واحنا بنعلمها الاطفال وهم صغيرين، عايز اقول لكم من 4 و5 و6 سنين بانشطه بسيطه. وبعدين الجانب الروحي برضو ارتباطه بربنا، احنا في الـ في الـ في, الـ في الوقت الدراسه مثلا بنصلي وبنقرب من ربنا بس في وقت محدود، يعني ايه يعني على حسب، لا احنا لازم نحط خطه. بشوف امهات شاطره تروح مثلا دروس في القران الكريم، تروح مثلا دروس في الكتاب المقدس، ارتباطنا الروحي بربنا نكثر منه شويه. يبقى لازم الثلاث جوانب في حسبان. الكيفيه مش شرط كله يبقى بره، مش في حاجات بنقدر نعملها على في البيت، مش عندنا نت، مش عندنا زوم، عندنا حاجات امكانيات كتير، مش شرط كله يبقى بره، بس عندي اهداف واضحه والامكانيه نفكر فيها معاه، حتى لو كبير شويه افكر مع اشاركه، بلاش اوديه بالعافيه. يعني انا عجبني قوي ان انت اتكلمتي عن جزء البرمجه بالذات، يعني ده من الحاجات اللي النهارده لو بنتكلم عن سوق العمل، ده حاجه سوق العمل محتاجها جدا. فالنهارده لو انا بغذي ده في طفلي من هو صغير، عايز اعلمه حاجات بسيطه، اديله كورسات مهمه جدا. لو لقيت ابني عنده شغف للموضوع ده، هل يعني ابدا له كورسات اكتر في سن صغير، اعمل ايه؟ جميل قوي، يا ريت طبعا. انا بجرب كتير، والسؤال ده خلاني افكر في نقطه مهمه، احنا اصلا بنكتشف موهبه الطفل ازاي؟ ان انا بخليك تجرب حاجات كتير زي ما حضرتك قلتي. فانا لا اكتشفت زي ما قلتي ان انت عندك شغف، لا يبقى انا هتدخل ليفل 2 و3 و4 و5 و6 وهتكمل بقى، ما هو انت دي الحاجه اللي انت ايه مركز فيها، الحاجه اللي انت بتحبها. بس برضو مش هنسى الجانب الاخر، يعني انت لو شاطر في البرمجه مهمه الرياضه حتى لو مره في الاسبوع، ما دي صحه جسديه مهمه جدا، في الجانب العقلي في الامور الاخرى مهمه جدا، الاكاديمي مهمه جدا، الجانب الروحي. يعني مش في ناس بتركز في حاجه وتوقع حاجات تانية. انا هركز معاك عشان دي موهبتك، دي اللي انت هتنجح فيها، دي رسالتك في الحياه فعلا، ممكن تكون دي الحاجه اللي انت تبقى شاطر فيها قوي، بس مش هنسى برضو ايه الجوانب الاخرى بنسب معينه. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، حضرتك شرفتينا ونورتينا دكتوره ريموندا رؤوف الاستشاريه التربويه والصحه النفسيه، شكرا ليكي. شكرا ليكي جدا.